السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سأريكم وصفة سهلة وسريعة لإزالة الهالات السوداء المتواجدة تحت العينين. عندي هنا ثلاث وصفات. الوصفة الأولى، نحتاج إلى قطع بطاطس نقطعها إلى دوائر على هذا الشكل أو إلى نصفين على هذا الشكل، ثم نضعها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك نضعها على العينين أو تحت الهالات السوداء لمدة 15 دقيقة. تكرر العملية مرتين في اليوم. الوصفة الثانية، نحتاج إلى قطع خيار مقطعة على نفس الشكل أي إلى دوائر أو على نصفين، نقوم بوضعها حول العينين أو تحت الهالات السوداء لمدة 15 دقيقة، وأيضا تكرر العملية مرتين في اليوم. الوصفة الثالثة والأخيرة، نقوم بأخذ عصير الخيار ثم نقوم بأخذ قطنة على هذا الشكل ونقطعها إلى نصفين، ونقوم بوضعها في عصير الخيار على هذا الشكل، وبعد ذلك نقوم بوضعها تحت أو على الهالات السوداء لمدة 15 دقيقة. أيضا تكرر العملية مرتين في اليوم. لدي اقتراح بسيط، إن كنت أو كنت تشتغل وليس عندك وقت لتحضير عصير الخيار كل يوم، يمكن أن نأخذ القطن على هذا الشكل ونضعه في عصير الخيار، نأخذ كمية كبيرة على هذا الشكل، ثم نقوم بوضعها في العلب البلاستيك المخصصة لحفظ الساندويتشات على هذا الشكل، نقوم بتحضير كمية كبيرة وبعد ذلك نقوم بوضعها في المجمد أو الفريزر، ونقوم باستعمالها، نقوم بأخذ قطعتين كل يوم ونقوم باستعمالها عند الحاجة. للحصول على نتائج جيدة يجب شرب 8 أكواب من الماء كل يوم، والنوم الكافي على الأقل 8 ساعات، وكذلك التقليل من الجلوس على الكمبيوتر أو على الأقل أخذ استراحة كل ساعة عند استعمال الكمبيوتر لمدة 15 دقيقة. يجب الاستمرار على هذا العلاج يوميا للحصول على نتيجة مرضية. إذا كانت الهالات السوداء وراثية يستصعب علاجها نوعا ما، وفي هذه الحالة يجب استشارة طبيب متخصص. كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم. إذا عندكم أي استفسار اتركوا تعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لكي يصلكم عني كل جديد، وشكرا على المتابعة، وإلى فيديو قادم بحول الله. إلى اللقاء.